خلاف دبلوماسي أثاره وزير الخارجية الأوكرانية أندري ديشيتسا بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما وصفه بنعوت مبتذلة خلال احتجاج عشرات الأوكرانيين أمام السفارة الروسية في كييف. وكان ديشيتسا وسط المتظاهرين حيث أعرب عن تأييده لاحتجاجهم وقال إنه مستعد لأن يكون إلى جانبهم وينادي معهم بخروج روسيا من بلادهم قبل أن يتلفظ بشتيمة بحق بوتين، ما أثار غضب روسيا التي قال وزير خارجيتها: لقد صدمت من الطريقة التي وصف بها وزير الخارجية الأوكراني أندري ديشيتسا الذي عينه البرلمان، كيف يحرض الحشود المنفلتة للمشاركة في حالة من العربدة ويصرح في كامل أريحيته بشيء خطير، لا أعلم كيف يمكنه أن يتحدث أو يعمل معنا. المحتجون أنزلوا العلم الروسي وأضروا بعدد من السيارات كما ألقوا الحجارة والبيض على مبنى السفارة رغم دعوة ديشيتسا إياهم بتجنب أعمال العنف. وكانت الحشود الأوكرانية تجمعت أمام السفارة لتعرب عن غضبها من إقدام انفصاليين موالين لروسيا على إسقاط طائرة عسكرية أوكرانية شرقي البلاد قبل يوم أمس السبت، ما أدى إلى مقتل 49 شخصا على متنها.